يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم زيارة النساء للقبور؟ لا تجوز زيارة النساء للقبور، هذا خاص بالرجال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلا تجوز زيارة النساء للقبور لهذا الحديث، وهذا ما استقر عليه النهي في آخر الأمر. كانت النساء في أول الأمر تزور القبور، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم منعهن من ذلك في آخر الأمر. فمن ذهب إلى جواز زيارة النساء للقبور أخذ بالأدلة التي قبل النهي، ولكن الصحيح أن هذه الأدلة نسخت بمثل هذا الحديث. نعم.